السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدأ النزاع في البشرية مع الأخوين قابيل وهابيل، وكان منشأه الغيرة والحسد. وقد حذر الإسلام من مغبة التنازع، كما في قوله تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. في هذه الآية وفي مواطن أخرى كثيرة في الوحي دعوة إلى نبذ التنازع درءا لآثاره. في هذه الحلقة من برنامج مقاصد يدور السؤال عن أسباب التنازع ومظاهره وآثاره، كما تعرج الحلقة على واقع هذه الظاهرة في الأمة الإسلامية، وكذلك نسعى إلى بيان وصفة الإسلام للتعامل مع هذه القضية. أهلا بكم. هذا الموضوع نبحثه مع ضيفنا الكريم الدكتور حاتم عبد العظيم، أستاذ الشريعة الإسلامية. أهلا ومرحبا بكم دكتور. أهلا ومرحبا أستاذ جهاد، وأهلا وسهلا ومرحبا بالمشاهدين الكرام. بالعودة إلى الدلالة اللفظية ودلالة المصطلح الاصطلاحية في عندما يعني في اللغة العربية الأصيلة، نريد أن نبين معنى التنازع وما هو يعني، وإلى أي مدى هو يعني شر مطلق أم أنه شر نسبي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مادة المفاعلة في اللغة العربية تدل على تفاعل من طرفين، وأن الفعل هذا لا يمكن إنتاجه ولا إيجاده إلا من طرفين يتفاعلان بنفس الفعل في ذات الوقت. فعندما أقول المصافحة، صافحة مصافحة أو تصافحا أو ما كان في هذا المعنى، لا يمكن أن تكون المصافحة إلا بين رجلين مد كل منهما يده إلى الآخر، فهي فعل مشترك يتفاعل فيه طرفان. التنازع كذلك تجاذب بين طرفين أو اختلاف بين طرفين، لكنه تحول إلى شد وإلى تجاذب وإلى تدافع بينهما. والحقيقة إنه التنازع لم يرد ولا لم يذكر على محمل حسن أبدا في أدبياتنا الإسلامية. إذا كان على محمل حسن فإن الشريعة تستعمل مصطلح التنافس ومصطلح التدافع، وإذا كان منحرفا، إذا كان هذا التجاذب منحرفا، فإن الشريعة تسميه تنازعا، تسميه تفرقا، تسميه خلافا. أما الإيجاب منه الذي يتحول إلى قيمة إيجابية فاعلة وتؤثر أثرا حسنا في حياة الناس يسمى منافسة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون بعد ذكر نعيم الجنة. إذن الرحيق المختوم هذا يحتاج منكم أيها المسلمون إلى تنافس لتصلوا إليه، والتنافس يعني المسابقة إلى الخيرات. هذا الذي كنت أريد أن أسألك عنه، يعني ثمة مصطلحات قريبة من هذا المعنى، ثمة تنافس، تدافع، تسابق، كيف يمكن التفريق بين هذه؟ لأن التدافع ربما يفهم منه التدافع أنه يعني نوع من التنازع بين البشر أو بين الأمم. سنأتي على التدافع. التنافس يختلف عن التنازع في أن الغاية منه محمودة والطريقة إليه شريفة ونبيلة. الله عز وجل خلق الجنة منازل، وجعل كل منزلة في ذاتها مقسمة إلى درجات، وحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن منزلة للنبيين وأخرى للصديقين وثالثة للشهداء ورابعة للصالحين، حتى في القرآن الكريم: أولئك مع الذين أحسن الله إليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق، مع الذين أنعم الله عليهم. وبالتالي في منزلة للنبيين ومنزلة بعدها للصديقين الصلحاء الفضلاء من أتباع الأنبياء، ومنزلة للشهداء ومنزلة للصالحين. وحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن منزلة الشهداء وحدها أنها 100 درجة، كما هو الحديث في الصحيحين أنها 100 درجة ما بين الدرجات والدرجة كما بين السماء والأرض. وأنا أسأل، لماذا يجعل الله عز وجل الجنة منازل ويجعل منازلها درجات؟ هذا فتح لباب التنافس بين عباد الله المؤمنين على طاعة الله وعلى بلوغ الدرجات العالية، فتح لهذا الباب على مصراعيه. والله سبحانه وتعالى يحثنا في القرآن الكريم كثيرا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم ففروا إلى الله. معنى المسابقة ومعنى المنافسة في عمل الخير معنى شرعي أصيل ومشهور بين المسلمين، ما كان بين سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر من منافسة في الطاعة، حتى قال عمر في آخر الأمر: والله لا نافست أبا بكر أبدا، ما نافسته في أمر أو ما سبقته في أمر إلا سبقني إليه.
والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحثهم على مثل هذه المسابقة في فعل الخير. هذه المسابقة في فعل الخير التي سماها الله منافسة يشترط لها أن تكون الغاية منها طاعة الله عز وجل وعبادة الله وبلوغ المراتب العليا في الدنيا والآخرة بالوسائل الصحيحة المشروعة. ومن ثم فإن المنافسة في الطاعة تزيد الوشائج بين المتنافسين وتقرب القلوب، ويشعر أحدهم أن لأخيه فضلا عليه إذ هو الذي يدفعه إلى المزيد من الطاعة. تمام. فقد كان عمر ينافس أبا بكر وكان لا يطيق أن يبعد عنه ليلة، كما يأتي في السير أنه لقيه في صلاة الصبح فاعتنقه وقال يا ليلها من ليلة طويلة، يا لها من ليلة طويلة حالت بيني وبينك يا أبا بكر. فالمنافسة أورثت المحبة والتقارب وقوت المجتمع في مجمله. لكن في الحالة الأخرى، حالة التنازع، إما أن هناك خللا في الغاية وإما أن هناك خللا في الوسيلة، فأصبح التنازع تنافسا مذموما إنجاز التعبير. الغاية منه معلولة، غاية دنيوية، غاية قائمة على الهوى، غاية قائمة على العصبية، الهدف منه ليس شريفا، ليس وجه الله والدار الآخرة. الأمر الآخر أن على الأقل من أحد الطرفين طبعا، الأمر الآخر قد يكون الخلل في الوسيلة، يعني الكيد والفتن والوشايات والحسد، كلها مظاهر فاسدة ووسائل فاسدة يلجأ إليها الناس للتعبير عن رغبة في السبق ورغبة في التفوق على أقرانهم وعلى نظرائهم. ومن ثم فالفرق بين المنافسة والتنازع، التفرق المذموم، أن المنافسة يبتغى بها وجه الله والدار الآخرة وتلتمس إليها الوسائل الصحيحة الشريفة فتعود بالخير والنفع على كل أطرافه، على المتنافسين وعلى الأمة وعلى الحياة الإنسانية بشكل عام. أما التنازع فإنه يكون لدنيا أو لهوى بشكل من الأشكال، أو تكون الطريقة والوسيلة المتخذة لهذا التنافس المزموم المرذول وسيلة فاسدة شرعا من حقد أو حسد أو كيد أو بغض أو إلى ما هنالك. لكن ورد في القرآن سنة التدافع، أن الله سبحانه وتعالى أوجد سنة التدافع حتى يعني تتدافع الأمم فيما بينها إظهارا للحق وإبطالا للباطل. يعني كيف هل يمكن أن يلتقي التدافع هنا مع التنازع؟ لا، التدافع هو جزء من تكوين هذه الحياة. في عالم الطير وفي عالم الحيوان هناك صور هائلة من التدافع، كل يدافع غيره ليحجز مكانه في الحياة، كما الأمر في عالم البشر. في عالم البشر شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون البشر منازع ومذاهب شتى، فثمت إيمان وكفر، وثمت حق وباطل، وثمت عدل وجور، وثمت طمع وقناعة، وكل هذه الأضداد وغيرها من المتضادات متدافعة بطبيعتها، لا يمكن يجتمع إيمان وكفر. يريد الإيمان أن تكون له الكلمة العليا في الأرض ويريد الكفر كذلك، ومن ثم لابد أن يكون بينهما تدافع، من يحوز السبق ومن يملأ الأرض بمنهجه ومن تكون له الغلبة والكلمة المسموعة على الآخر. ولا يمكن أن تخلو الحياة من هذا التدافع. ويل ديورانت صاحب قصة الحضارة له كتاب صغير لكنه مهم جدا اسمه دروس من التاريخ، وقال في مقدمته أنه بعد أن انتهى من قصة الحضارة التي درس فيها تاريخ البشر من بداية الخليقة إلى زمانه، إلى أيام الناس هذه، قال إنه كثرت الأسئلة التي تلقاها في كل مكان حول الدروس التي استفادها من دراسة التاريخ البشري بطوله وعرضه، فجلس وكتب هذا الكتاب. ولفت نظري إنه أول درس كتبه، أول هذه الدروس، أن الحياة البشرية قائمة على مبدأ التنافس. التنافس طبعا ام التنازع، وطبعا استخدم في الترجمه طبعا هذا المصطلح، لكن المقصود التدافع، يعني انه فكره التعايش وفكره المشترك الانساني وفكره الحوار الحضارات طوباويه. قال هذه الافكار افكار إثارية افتراضيه غير موجوده في الحقيقه، وقال حتى داخل بنيه المجتمع نفسه لولا قانون التنافس او التدافع هذا لفسدت الحياه. كيف؟ قال تعالى: لماذا تجد الأم حريصة على أن يكون ابنها مهندما ولبسه جميلا؟ لأنه سيخرج ويراه الناس ويقارنونه بأبناء الأمهات الأخريات. تنافس. لماذا تذاكر لولدها وتسهر معه الليل حتى يتفوق في المدرسة؟
لأنه في حالة سباق مع أطفال لأسر أخرى وهي تريد أن تسبق هذه الأسر. ولو افترضنا أن هذه الأم عاشت بولدها في ناحية من الأرض في غابة مثلا من الغابات، لن تسهر معه طوال الليل لتذاكر له، ولن تمشط شعره كل صباح، ولن تغسل ثيابه كل يوم، لأن الدافع الذي يجعلها تفعل ذلك، المحرك الذي يجعلها تفعل ذلك مفقود، وهو التنافس والمسابقة بين البشر. قال حتى فكرة الانتماء الوطني، لماذا ينتمي أناس إلى قبيلة أو إلى وطن بعينه؟ هل فقط من باب الحب في القبيلة والحب في الوطن؟ قال أبدا، هذا أيضا انعكاس لقانون التدافع البشري بين الخلق جميعا، لأنه يقارن القبيلة التي ينتمي إليها بغيرها من القبائل فيريد أن تكون أحسن، والبلد الذي ينتمي إليه بغير من البلاد فيريد أن يكون أحسن. ويقول لو غاب هذا العنصر عن حياة البشر لفسدت هذه الحياة. قلت سبحان الله، الله تعالى يقول في كتابه الكريم ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. الزراع في حالة منافسة فيما بينهم، فيجتهد كل واحد منهم ليحصل لنفسه الكسب الأكبر، والصناع كذلك والتجار كذلك. وحالة التدافع هي سمة للحياة الإنسانية في كل تجلياتها. بهذا المعنى يختلف التدافع عن التنازع؟ نعم طبعا يختلف. ليس تنازعا، لأن التنازع كما قلنا مرزول كله، لكن التدافع بهذا الشكل يعني من أهل الحق ومن أصحاب الحق هو سبب لصلاح الأرض. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، لو هدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره، لولا التدافع لغابت معالم الدين والحق من الأرض، ولولا التدافع لكفت البشرية وقعدت عن تطوير حياتها وعمارة الأرض وعن الزرع والصناعة والتجارة والحركة. التدافع هو قانون الحياة الذي يصلحها، والذي بدون تأسن وتفسد كما قال ربنا سبحانه في كتابه الكريم. والحقيقة أستاذ جهاد أن أمتنا خسرت كثيرا، وخسرت البشرية كثيرا يوم أن خرجت بإرادتها أو بغير إرادتها من سباق التدافع الحضاري، وصار لنا قرن من الزمان يروج لنا فكرة أن نكون جزءا من الحضارة العالمية، وأن نكون جزءا من النموذج الكبير الذي تفرضه الحضارة الغربية، العلماني فكرا والاقتصادي بتاع الليبرالي اقتصادا والديمقراطي سياسة والمتحرر اجتماعا. هيا بنا نكون جزءا من هذا. لو كنا جزءا وتحولت كل الحضارات الأخرى المخالفة للحضارة الغربية إلى أجزاء من هذه الحضارة، ووصلنا إلى نهاية التاريخ، ووصلنا إلى الإنسان الأخير كما قال فوكوياما، أو إلى أن صدام الحضارات قد انتهى وابتلعت الحضارة الغربية كل الحضارات الأخرى في معيدتها الضخمة كما قال هنتينغتون، فهذا معناه أن الحياة انتهت، هذا معناه أن الحياة فشلت، معناه أن الحياة أسنت. هذا غير صحيح طبعا، والتدافع الحضاري لا يزال موجودا، لكنه يراد لنا أن تستلب إرادتنا وعزيمتنا وأن ندخل في الوهن والاستسلام، ولا نقوم بوظيفتنا الحضارية التي لا غنى البشرية عنها في مدافعة هذا النموذج الحضاري. طيب إسلاميا يعني كيف يكون التنازع كله مرذولا في الوقت الذي ينبغي للحق وهو الذي يمثله الإسلام وأهله أن يظهره وأن ينشره، ولا يتم هذا إلا بوجود التنازع مع معارضي؟ خلينا نقول أنه في ثلاث مصطلحات وضعنا فروقا اصطلاحية بينها حتى لا تلتبس علينا. المنافسة بين أهل الحق تكون بين أهل الحق في طاعة الله وبلوغ درجات الآخرة. التدافع يكون بين الحضارات المختلفة لإقرار الحق في الأرض وتمتينه وتمكينه. التنازع يكون بين أهل الحق على قضية باطلة، قضية داخلية، على قضية داخلية باطلة. باطلة. طيب كيف ينشأ التنازع؟ ما أسباب التنازع بشكل عام؟ والله يا أخي أسباب التنازع هذه كثيرة جدا، لكن دعني أقول لك أنه مردها دائما إلى واحد، الرغبة في الـ حيازة الدنيا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف قال إني لا أخشى عليكم الفقر، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها كما تنافسها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكته. أخشى إنه الرغبة في الغنى، الرغبة في الثروة، الرغبة في السيطرة تسيطر أو تملأ قلوب المسلمين فيكون تنافسهم على الدنيا. قبل ذلك لو وصلنا أكثر في قضية النفس الإنسانية وعلاقتها بقضية التنازع، دكتور هل يمكن أن يكون منشأ التنازع كبرا أم حسدا أم غيرة جدا أم ثم يعني؟ وإذا أقررنا هذا فنحن نتحدث عن قضية غريزية، قضية موجودة في أصل التكوين الإنساني. لا يعني لو كانت غريزية ما كان الإنسان محاسبا عليها ولا مطالبا بكفها،
الله سبحانه وتعالى يقول وهديناه النجدين. الإنسان في داخله النوازع كلها، نوازع الخير بكل أنواعها ونوازع الشر بكل أنواعها. فكما أن فيه نازع الحسد فيه نازع القناعة والرضا، وعليه أن يميل إلى أحدهما ويختار أحدهما فيكون هو الغالب عليه. تدافع الغرائز صحيح. حتى أنه الإمام القشيري في لطائفه في لطائف الإشارات لما تحدث عن آيات التدافع قال إن أصل التدافع الذي في الكون منشأه في النفس، فقبل أن يتدافع الخير والشر على الأرض يتدافع الخير والشر في النفس. يعني قضية التدافع الكبرى التي تحكم الحياة البشرية لها صورة صغيرة جدا في نفس كل إنسان، وكل إنسان في كل لحظة من عمره يعيش تدافعا بين خير وشر وبين طاعة ومعصية وبين لمة شيطان ولمة ملك. في حديث عند الإمام أحمد النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه إذا الإنسان أوى إلى فراشه، إذا أوى أحدكم إلى فراشه قام عند رأسه ملك وشيطان، يقول الملك اختم بخير ويقول الشيطان اختم بشر، فإن ختم بخير قام الملك عند رأسه ورفع رايته عليه وطرد الشيطان عنه. يعني حتى في كل لحظة، في لحظة النوم قبل أن يغمض عينيه هناك تدافع على أي خاطر من خواطر الخير أو الشر يغمض عينيه. لكن عندما يقوم قابيل بقتل أخيه فقط لأن الله سبحانه وتعالى تقبل من هابيل، فهذا يعني أن الحسد والغيرة مركوزة في نفسه. هذا يعني أنه استجاب لداعي الحسد في نفسه وكان بوسعه أن يستجيب لداعي الأخوة أو داعي التنافس الشريف بينه وبين أخيه. لكن في المحصلة قضية غريزية، شيء مركوز في النفس البشرية، ويعني خسر المعركة في قضية التدافع والمعركة بين نوازع الخير ونوازع الشر. يعني هي غريزية نعم، بمعنى أن في النجدين موجودان في نفس كل إنسان. نعم. أما إنها غريزية بمعنى أنه لا يملك أمامها حيلة، هذا ليس صحيحا، لأنه الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان مخيرا من اللحظة الأولى. آدم في أول تجربة له خيره الله أن يأكل من الشجرة أو لا يأكل واختار المعصية، تمام، حتى يثبت الله لنا لماذا كان أول اختبار لآدم اختبار نسي فيه آدم ولم يجد الله له عزما، حتى يعلمنا ربنا سبحانه وتعالى أننا خلقنا مختارين من اللحظة الأولى، وإنه الإنسان يملك قراره ويتحمل عاقبة قراره من اللحظة الأولى. لكن هذا الكلام قد يقودنا يعني، وهو مرتبط بالتنازع دكتور حاتم، قد يقودنا الحديث في قضية عقدية. هل الإنسان مخير بمعنى أن له مشيئة مستقلة، له قدرة وإرادة مستقلة؟ شوف يا سيدي، يعني الله قدر الأمور كلها على الإنسان، والإنسان هو لا يعلم ماذا سيفعل، لكنه بالنهاية مسير في هذا الإنسان. العلاقة بين القدر الإلهي والاختيار الإنساني كالعلاقة بين الأسئلة في الامتحان والأجوبة. القدر يطرح على الإنسان أسئلة وينتظر منه أجوبة، يطرح عليه سؤال الغنى لينظر أيشكر أم يفجر، وسؤال الفقر لينظر أيتجر أم يصبر، وسؤال الفقد يحتسب ولا يتمرد، وسؤال الراحة وسؤال التعب وسؤال الصحة وسؤال المرض، هذه كلها أسئلة يسوقها القدر لتظهر معدن الإنسان وأصله، فيظهر إيمان أو يظهر كفر، وتظهر طاعة أو تظهر معصية. فالقدر لا يجبر الإنسان على الاختيار وإنما يضعه على المحك. والله سبحانه وتعالى خلق الأفعال جميعا وترك للإنسان أن يختار منها ما يشاء ومكنه من هذا الاختيار. فالأمر أشبه بأن هناك متجرا فيه كل الأفعال، وكل إنسان يغدو إلى ذلك المتجر فيختار مما فيه ما يوبق نفسه أو يعتقها، يختار ما يشقيها أو ما ينجيها. فالله سبحانه وتعالى يقول والله خلقكم وما تعملون. نعم الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء وعلى كل شيء وكيل، لكن الإنسان يختار من خلق الله من الأفعال التي خلقها الله وأوجد إمكانيتها في الأرض، يختار منها لنفسه ما يشاء، وقد مكنه الله من هذا الاختيار. والقدر يأتي، القدر بمعنى الأحداث التي تقع في هذه الحياة تأتي لا لتصنع اختيار الإنسان وإنما لتمكن الإنسان من التعبير عن اختياره. فكل الناس يتعرضون لأحداث مشابهة، لكن هذا يجيب جواب الإيمان وذلك يجيب جواب الكفران، هذا يجيب جواب الآخرة وذلك يجيب جواب الدنيا. ورقة الأسئلة واحدة لكن مقامات الطلاب في الإجابة عنها متفاوتة تماما، هذا أول وهذا أخير.
رغم أن الأسئلة واحدة. كما لو أن فعل الإنسان القائم على اختياره هنا ذاتي منفصل عن يعني إرادة الله سبحانه وتعالى. لا شيء ينفصل عن إرادة الله، ولا يكون في كون الله إلا ما أراد. لكن الله سبحانه وتعالى له إرادات مختلفة، كما أن له هدايات مختلفة، كما أن له أقدارا مختلفة. ومن جملة إراداته في خلقه أن يترك للإنسان أن يختار. طب إذن التنازع، يعني التنازع الذي يحصل بين الأمم وبين الشعوب أو حتى داخل المجتمع المسلم على باطل، هل داخل في إرادة الله سبحانه؟ بمعنى هل داخل في قدر الله عز وجل؟ ولا يزالون مختلفين، ولذلك خلقه الله سبحانه وتعالى. قلنا أنه خلق الأفعال جميعا، خلق بمعنى أنه ركب في هذه الحياة إمكانية فعله. الملائكة مثلا لم يركب لهم إمكانية المعصية أو الكفر، لم يفطروا على ذلك، لم يعطوا هذه القدرة لهذه الإمكانية. لا يعصون الله ما أمره وما يفعلون ما يؤمرون. لكن في حق البشر أعطاهم الله خصائص لم يعطيها للملائكة، خصائص مختلفة يستحقون بها الاستخلاف في الأرض. منها أنهم مخيرون، منها أنهم أمامهم إمكانية الطاعة، إمكانية المعصية، إمكانية الإيمان، وإمكانية الكفر. ولو اختار أحدهم إمكانية الكفر ما منعته قواعد الطبيعة ولا حوادث القدر من الكفر. طيب في هذا السياق لذلك يقول الله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. طيب في هذا السياق دكتور حاتم، يعني كيف ينشأ التنازع؟ لو عدنا على بدء، يعني التنازع أسبابه ومنشأه. الدوافع البشرية لا حصر لها، وهذه الدوافع البشرية متعارضة سواء على النطاق الصغير نطاق الأفراد أو على النطاق العام نطاق الأمم والشعوب. وعليه فإنه إذا تعارضت الدوافع إما أن يكون هناك ما يفصل بين هذه الدوافع المتعارضة ويضع كل واحد منها في حجم ويجعل المجموع يسير في طريق واحد، وهو ما فعله الدين من اللحظة الأولى. دعني أضرب مثالا بنشأة الإسلام الأولى ونختم مع المثال قبل أن نذهب إلى الفاصل. النبي صلى الله عليه وسلم جاء والعرب أوزاع من القبائل، وهذه القبائل يأكل بعضها بعضا، وهم طبقات، وهذه الطبقات يستذل بعضها بعضا، سادة وعبيد، وهم رجال ونساء، والرجال يستبدون على النساء فيرثون المرأة ضمن الميراث ويئدون البنت ويفعلون ما نعلم جميعا. كل عوامل الفرقة والنزاع فاعلة في حياة العرب قبل الإسلام. ما الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ أطفأ نيران النزاع جميعا، فعلى مائدة محمد صلى الله عليه وسلم جلس سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي وأبو بكر القرشي رأسا برأس وسواء بسواء، مع أن بعضهم كان عبيدا لبعض. أسقط النبي صلى الله عليه وسلم فوارق العبودية، وأسقط تراث القتال بين القبائل، وأسقط حواجز اللهجات المختلفة بين تلك القبائل، وأسقط فخر العرب بآبائها وأجدادها وجاهليتها. فعل هذا كله في سنوات معدودات، ورأينا الأمة اللي أكلتها نار الفرقة بكل أشكالها قبل الإسلام يتعاقب في حكمها بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر التيمي، ويسلم الراية لعمر العدوي، وعمر يسلمها إلى عثمان الأموي، وعثمان إلى علي الهاشمي. العرب لم تكن تعرف هذا التحضر وهذا التسامح والخروج من نزعات الفرقة جميعا إلى وحدة الإسلام التي جمعت كل الأطياف والأطراف والأضداد قبل نزول الوحي تحت مظلة الوحي الجامعة، فذابت كل الفوارق وبقيت فقط آصرة الإسلام تجمعهم جميعا. مع أنهم الأربعة الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم جميعا يشتركون في خاصية القرشية. نعم. وعليه يجب أن تكون حال الأمة بأن إمامهم قرشي. إذا كان للأمة خلافة جامعة فقد أخبر النبي إخبارا أن الخلافة الجامعة والإمامة الجامعة لن تكون إلا قرشية. إخبارا وأخبار... إنشاء دكتور إنشاء وليس أخبارا. لا، أنا رأيي في هذا الحديث الأئمة من قريش أنه حديث خبري يشهد له ما رواه الإمام البخاري: لا تزال هذه الأمة بخير، أو لا يزال هذا الأمر ظاهرا ما تتابع فيكم 12 خليفة كلهم من قريش. فهذا إخبار من النبي بأن ثمة خلافة جامعة من أماراتها أن تكون الخلافة قرشية، الخليفة قرشي، وأن بعضا من هذه الخلافة سيكون في أول الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضا منها في آخر الأمة. والخلافة تعني في المصطلح النبوي أمرين: كمال المنهج
واجتماع شمل الأمة. وأخبر النبي إخبارا معجزا أن ذلك كمال المنهج واجتماع شمل الأمة كلها على راية واحدة لن يكون إلا على أئمة خلفاء قرشيين رضي الله طيب عن أسلافهم وأخلافهم. طيب قبل أن نذهب إلى الفصل، قضية الإخبارية هنا يعني ربما قليلا بعدنا عن الموضوع، لكن لأهميته وله علاقة بالتنازع، لأن الخلافة الراشدة ربما تزيل كل أسباب التنازع بين المسلمين. أن يكون الحديث هذا خبريا، ألا يعطل عند المسلمين قضية نصب الإمام الراشد؟ لا يعطلها، بل إنه يترك للمسلمين مساحة واسعة للحركة، إنه في الطريق إلى في الوصول إلى هذه الخلافة لا مانع من أن تكون هناك إمارات وأن تكون هناك حكومات غير قرشية. الذين جعلوا القرشية شرطا أبطلوا كل إمامة غير قرشية، وهذا لا يمكن تصوره، لأن العالم الإسلامي الآن اتسع اتساعا لا تسعه قريش ولا تستوعبه. فإذا كان العالم الإسلامي مقسما على هذا النحو فلا مانع شرعا أن تكون هناك إمارات يحكم كل قوم رجل منهم ويهتدي بهم إلى أحسن ما يستطيع، حتى يلتقي أمر الأمة على أمر جميع، وسيكون خليفة المسلمين يوم يجتمعون بموعود نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قرشي. وعودة إلى التنازع، نريد أن نبحث بعد الفاصل مظاهر التنازع وأثاره على الأمة الإسلامية، وطبعا الحديث صح. كله في الدائرة الإسلامية. نواصل حديثنا بعد فاصل قصير. مشاهدين الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة رافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعين الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. أسعدكم الله، وهذه عودة للحديث في موضوع التنازع وواقع الأمة الإسلامية. دكتور حاتم، ذكرت قبل قليل عددا من الأسباب المؤدية إلى التنازع، لو حدثنا عن أخطر هذه الأسباب. طيب، ونحن نستطيع أن نقول أنه التنازع إذا كان بين الأفراد بين أحد الناس، فمرده إلى علل النفوس، إلى الحقد والحسد والظلم والكبر وغيره، الكبر وحب النفس وإلى آخره، وكلها آفات مهلكة تحلق الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق الحسد. والمسلم عليه أن يربي نفسه ويعالجها بحيث لن يكتمل إيمانه حتى يحب لغيره من المسلمين ما يحب لنفسه، وهذه مرتبة رفيعة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم جعله تحديا، لن تبرأ ولن تسلم ولن يتم دينك إلا إذا تخلصت من الحقد والحسد والبغض وأحببت الخير للمسلمين من حولك كما تحبه لنفسك. ومن ثم هذا العلاج الإيماني يعفينا من مسائل الحسد ومسائل اللجوء إلى السحرة، البلاء الذي ابتلي به المسلمون في أكثر البلدان نعم. وإلى ما هنالك من صور الانحراف. على المستوى العام للأسف أسباب التنازع بين الأمة كثيرة، ولا يخفى على ذي عقل أن الاستعمار عندما جاء كان أحد يعني أهدافه الكبرى، إن لم يكن هدفه الأول، هو أن يفرق وحدة هذه الأمة، وقد فعلها بامتياز. الاستعمار عندما احتل بلادنا كان للأمة دولة مركزية، الخلافة العثمانية في طبعا الطور الأخير للخلافة، وهذه الخلافة العثمانية كانت نظاما جامعا للأمة. فماذا فعل الاستعمار؟ وعدهم أنه سيستبدل بالخلافة العثمانية خلافة عربية، وعد بذلك لكنه لم يفي بهذا الوعد. هو لا يريد أن تكون الأمة مجتمعة حتى لو كان من على رأسها تابعا له، وقرر المستعمر أن يدخل بجيوشه إلى كل قطر وصقع، وأن يقسمها وأن يفرقها وأن يضع بينها حدودا يسيطر عليها، وتظل هذه الحدود التي رسمها المستعمر بابا عظيما من الشر والنزاع لا يسد. ولعلك لو مررت على كل الدول الإسلامية ستجد بين كل جارتين حدودا متنازعا عليها. هذا مقصود تماما، إنه إذا أراد المستعمر في أي وقت
أن يثير القتال بين هاتين الدولتين، بين الإخوة وبني العمومة والجيران. هو دكتور ربما يعني أوجد أسباب التنازع ليس بسبب أنه أوجد حدودا متنازعا عليها، وإنما لأنه عظم من شأن الوطنية في نفوس المسلمين ربما. صحيح، هذه وسيلة أخرى. قضية الحدود مقصودة، ومقصود أن تكون كلها مفخخة. ثم إنه عظم جدا فكرة الوطنية وانتماء كل مجموعة إلى تاريخها، تاريخ ما قبل الإسلام. الإسلام جاء وهم قبائل متفرقة متناحرة فوحدهم، والمستعمر جاء ونحن متوحدون فردنا إلى ما قبل الإسلام مرة أخرى، وحدثنا عن فينيقية العراق أو بابلية العراق أو أشورية العراق، عن فرعونية مصر وهلم جرا. وبالتالي نفخ في نار القومية لا لأنه يحب هذه القوميات، وإنما لأن هذه القوميات مشاريع صراع. القومية ليست مشروع وطني، فأسس للنزاع الإسلامي، وليست الإسلام. مشروع انتماء، وليست مشروع تطوير للوطن، إنما هي مشروع صراع مع الجيران والإخوة وبني العموم. ثم إنه فضلا عن ذلك أوجد داخل هذه المجتمعات الإسلامية برضو يعني أيضا مشاريع صراع اجتماعي. كل مجتمع مسلم الآن لو نظرت ستجد مكوناته الداخلية متنازعة، إما على أرضية طائفية، وإما على خلفية طبقية، وإما على يعني أسباب عشائرية وقبلية، وإما على أشياء لها علاقة باللغات واللهجات. ثم إنه الآن صار المستعمر ينفخ في مسألة الأقليات. ذهبت بنا إلى الحديث عن مظاهر هذه النزاعات، يعني لو تتوسع في الحديث عن مظاهر نزاع الحاصل الآن في الأمة الإسلامية. هذا شر البلاء وشر المأساة بالأمثلة. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. في تحذير شديد من التنازع والتفرق، لأنه يدمر الأمة ويدمر مقوماتها. الله سبحانه وتعالى يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هل من مظاهر التنازع الآن ما يحصل بين مثلا الشعوب الثائرة والحكومات التي تستبد بها؟ هل يدخل هذا مسلك عظيم تسترد به هذه الشعوب قرارها وتنعتق من الاستبداد ومن ربقة الوهن التي عاشت فيها؟ إذن ليس تنازعا وإنما تدافعا، تحرر وتدافع. لكن تعال الآن ستجد أن الأمة مرة أخرى يغلب عليها حديث العرب والترك والكرد والتركمان والبربر والأمازيغ والأكراد والهكذا. والأكراد نعم. وبعدين تجد يعني الغرب مشغول جدا بقضية الأكراد مثلا. منذ متى يعني؟ بأمارة إيه لكن هذا شيء مستوطن في النفوس المسلمة حقيقة، يعني النعرات القومية والنعرات الوطنية يعني موجودة ومتأصلة. هل كان حاضرا في زمان النبوة؟ ليست وليس هل كان حاضرا في زمان الخلافة الراشدة؟ هل كان حاضرا حتى في زمان الدول الإسلامية المتعاقبة، عباسية أو أموية وعباسية وعثمانية؟ لم يكن حاضرا. هذا كله مستحضر. الله سبحانه وتعالى قال في كتاب الكريم: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كما مثل المؤمن للمؤمن كمثل البنيان يشد بعضه بعضا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، والله في عون أحدكم ما كان في عون أخيه، إلى آخر النصوص. الوحدة الإسلامية والأخوة الإسلامية ليست اختيارا، إنما هي من مسائل المعتقد عندنا. الله عز وجل يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم فيقول: والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ما قالش أيدك بنصره وبالعرب ولا ببني هاشم ولا بقريش، وبالمؤمنين. وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، إن الله عزيز حكيم. جعل الله سبحانه وتعالى التأليف بين قلوب المؤمنين على الإيمان منة من عنده هو، لا يملكها حتى رسول الله. ويقول أهل التفسير: يا مولانا، إن الله سبحانه وتعالى ضرب في هذه الآية ثلاث فروض مستحيلة ليثبت معنى الأخوة. فيستحيل أن يملك رجل واحد ما في الأرض جميعا. هل هذا ممكن؟ مستحيل. ولو ملك ما في الأرض جميعا فمستحيل أن ينفقه جميعا، ولو ملكه جميعا وأنفقه جميعا فمستحيل أن يؤلف بين قلبين لم يأذن الله لهما أن يأتلف. هذه قلوب، قلوب المؤمنين أذن الله أن تحلها ألفته هو ومحبته هو. إذن التنازع قائم بإذن الله تعالى؟ لا أبدا، التنازع قائم بفعل الأعداء وضعف الإيمان.
الله لا 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 يعصى بمراده. إذا يجب أن يسعى المسلمون إلى التآخي حتى يأذن الله بحصول هذا التآخي. شوف يا أخي الكريم، الله أوجب علينا أن نكون إخوة، وأوجب علينا أن نقيم، أن نؤدي حق الأخوة، وأوجب علينا أن تكون آصرة الإيمان مقدمة على كل آصرة أخرى وغالبة عليها وحاكمة لها. الآن يراد لنا أن تتراجع صفة الإسلام فينا ورابطة الإسلام، ولا مانع من أن يتقاتل مسلمون لأن هذا كردي وهذا عربي، أو لأن هذا أمازيجي وهذا عربي. هذا من شر البلاء التي ابتلينا بها. طب أنت ذهبت إلى دائرة واسعة دكتور، ثم ما هو أدق من ذلك؟ أيوة. يعني الآن المسلمون المؤمنون الإسلاميون هم فيما بينهم مصطرعون، يعني ترى الإخواني والسلفي وجماعة الدعوة التبليغ ينفر بعضهم من بعض ويكره بعضهم بعضا ويتكلم بعضهم في ظهر أخيه، فهذه أيضا مشكلة ليست فقط متعلقة بالنعرات الطائفية. صحيح. والقومية. صحيح. الشيخ القرضاوي مد الله في عمره له كتاب بعنوان الصحوة الإسلامية بين الافتراق المذموم، التفرق المذموم، والاختلاف المشروع. نعم. الاختلاف في الأفكار والآراء، التصورات، طبيعي جدا، وهو ثراء للأمة وغنى وأدوات بركة في الأمة، أن كل واحد يتخصص في مساحة ويجيد فيها فيتكامل عطاء الدعاء. لكن أن يتحول الاختلاف في الرأي أو الرؤى إلى مشاريع صراع، هذا بلاء عظيم. يا جماعة الخير، الدعوة إلى الله تسعى جميع الأمة، الواجبات الشرعية على مقاس الأمة بأسرها. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إقامة الدين خطاب لمن؟ لمجموع الأمة. ولا يمكن أن يقيم الدين كاملا إلا الأمة في مجموعها، وكلنا كأجزاء من الأمة نقوم بجزء من الواجب الكبير، فكل واحد على ثغرة يسد هذه الثغرة ويعلم أنه محتاج إلى جهود غيره. من لهم نشاط في العلم والبحث والتأليف والتصنيف يعلمون أنهم يحتاجون إلى نشاط آخر في الدعوة والتبليغ، وهؤلاء يعلمون أنهم محتاجون إلى نشاط في التربية والتكوين، وأولئك يعلمون أنهم محتاجون إلى نشاط إسلامي آخر في القيادة والحكم، وهكذا. طيب دكتور حاتم، على نقاط مهمة، هذه جهود متكاملة وليست جهودا متعارضة. نقاط مهمة أشرت إليها، لكن يعني ذكرت في مستهل الحلقة قضية التنافس، والله سبحانه وتعالى قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون في أعمال الخير والطاعات والبر. لكن عندما يؤلف مجموعة من المسلمين حزبا أو منهجا إلى آخره، ثم بعد ذلك يؤلف فريق آخر حزبا أو منهجا آخر أو جماعة أخرى، فيصلون إلى الشقاق والنزاع فيما بينهما، يكون الأصل هو التنافس ثم بعد ذلك يحصل التنازع. أنا قلت إنه التنازع يحدث نتيجة خلل في المبدأ أو خلل في الوسيلة. نعم. يا أخي، ليكن الحاكم لهذه المسألة ما كان بين أبي بكر وعمر، كلاهما يسابق إلى الله، تسابقوا إلى رضا الله سبحانه وتعالى وخدمة أبناء المسلمين، والمائدة تسع الجميع. يعني الدعوة إلى الله، التربية، التوجيه، بذل الخير للناس، هذا باب ليس له نهاية، بحر ليس له ساحل. لو أن ملايين المسلمين اجتهدوا في هذا الأمر لبقي هناك جهد مطلوب إضافة إلى جهودهم. فإخوة، لا تضيقوا واسعا ولا تحجروا فضل الله على الناس، أنتم مشاريع بناء للأمة، والأمة تستوعبكم جميعا وحاجتها إلى البناء تستوعبكم جميعا، فليكن هدفكم، لتكن عينكم على ما فيه فائدة الدين، ما فيه مصلحة المسلمين، ما فيه وجه الله والدار الآخرة، وتنافسوا تنافس المحبين، تنافس الإخوة. ولتعلموا أن الانتساب إلى الإسلام هو الأصل العظيم، وأن ما دونه من النسب وما دونه من الانتماءات ساقط تحت رايات الإسلام وتابع لها لا يغلبها ولا يسبقها. فالأخوة عندنا في الدين أخوة الإسلام فحسب، والآصرة الكبيرة العظيمة المتينة التي تجمعنا هي آصرة الإسلام، وكل آصرة أخرى دون آصرة الإسلام يجب أن تكون خادمة وتابعة لقضية الإسلام، أو فلتذهب هي ومن يتبعونها إلى التاريخ وإلى يعني دوائر النسيان. طب دكتور، الأمة التي ينتشر فيها التنازع ويهم، ما الأثر الذي يمكن أن تحدثنا عنها التي تلحق بهذه الأمة؟ ولو ضربنا أمثلة من التاريخ فلا بأس. شوف يا أخي الكريم، الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، حسبنا بهذا البيان القرآني. الله سبحانه وتعالى قال الذين يتنازعون يفشلون، والذين يتنازعون الفشل هنا، أيوة، الفشل هنا معناه، الفشل معناه ألا تصل إلى تحقيق هدفك وتذهب ريحكم، تذهب قوتكم وتأثيركم، هذه مصيبة أكبر.
لأن الفشل قد يكون فشل في مرحلة، إخفاق في مسألة، فتصحح المسار وتعود إلى موضعك، إلى ريادتك، إلى قوتك. لكن التنازع لو استمر سينقل الناس من الفشل إلى ذهاب الريح، إلى ذهاب القوة، إلى ذهاب الذكر، إلى أن نكون مليارين من الناس يتسلط علينا 13 مليون يهودي فيأخذون مقدساتنا، وتكون لهم الكلمة العليا في عواصم المسلمين أكثرها. لا يصل إلى الحكم إلا من يرضون عنه، من يخالفهم ينقلب عليه ويوضع في السجن حتى يموت. تخيل يا أخي أن أمة فيها 2 مليار يحكمها 13 مليون من الصهاينة. تخيل أنه إرادة، أنه قوة، أنه قدرة ل 2 مليار تسقط أمام جهد إجرامي منظم يقوم به 13 مليون. هذا عقبة التنازع الداخلي، هذا هو تذهب ريحكم. بدأنا بالفشل واستمر التنازع فأوصلنا إلى ذهاب الريح، إلى ذهاب الذكر، إلى عدم الفاعلية. ولذلك يا أخي الكريم لابد أولا أن يصحح التوجه، وأن نعلم أن هذه الأمة اسمها الأمة المسلمة، وأن الله سبحانه وتعالى هكذا سماها، وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا، أي في هذا القرآن، لتكونوا شهداء على الناس. الأمر الآخر أن كل الانتماءات الأخرى القومية والعرقية والوطنية والحدود اللي وضعها المستعمر وكل المفرقات هذه مشاريع صراع ينبغي أن تضعها الأمة تحت أقدامها، وأن تطوعها تأخذ الجزء الصالح منها لخدمة مشروعها الكبير، مشروع الوحدة الإسلامية الجامعة وإقامة الدين في الأرض. الأرض كلها لله، والخلق جميعا عباد الله، والمسلمون إخوان في دين الله، كل المسلمين إخوة. طيب قبل أن أنتقل معك إلى المحور الأخير دكتور، ثمة سؤال يقول الله سبحانه وتعالى في وصف اليهود: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هذه القلوب الشتى، هل هذا أثر من آثار التنازع أم هو سبب أدى إلى التنازع؟ لا، قلوبهم شتى لأنهم أصحاب دنيا. ومدامهم أصحاب دنيا بكل واحد يريدها لنفسه. وأصحاب الدنيا لا يمكن أن تجمعهم أخوة ولا محبة، تجمعهم مصلحة. تحسبهم جميعا في إطار مصلحتهم الدنيوية، وقلوبهم شتى في تنافسهم على حصة كل واحد من هذه الدنيا. أما المؤمنون إذا اجتمعوا على أصالة الإيمان فتحسبهم جميعا، وهم جميع حقا عندهم شيء في الدين اسمه الإيثار يا أخي، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه القيمة الإيمانية كفيلة بأن تصنع قوة إضافية للأمة لا تساويها قوة. قوم يحبون الموت كما تحبون الحياة كما وصفوا في التاريخ. ومن ثم فاليهود وغيرهم من أصحاب المذاهب المادية تحسبهم تجمعهم المصلحة وتفرقهم الأطماع، ولا تجمعهم قيمة ولا غاية شريفة ولا نبيلة ولا شيء أبدا. لذلك هؤلاء إذا وجدوا حقا، إذا وجدوا صفا منظما، إذا وجدوا إيمانا، لا يمكن أن يصمدوا أمامه ساعة من نهار على الإطلاق، والتاريخ شاهد على ما أقول. طيب الإسلام يعني حارب التنازع ونهى عنه وعمل على درء حصوله، لكن مع ذلك أن صفوة هذه الأمة وخيرتها وقع بينهم التنازع كما وقع بين الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يمكن بيان هذا الأمر؟ أين الخلل هنا؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه ثلاثا فأعطاه اثنتين ومنعه واحدة. الواحدة التي منعه إياها هي ألا يجعل بأس أمته بينها. للأسف الشديد أول فتنة فتنتها هذه الأمة فتنة الفرقة والتنازع فيما بينها، ولا ريب أن ذلك التنازع حين وقع كان بين حق وباطل وصواب وخطأ، ولا ريب في الميزان الشرعي الصحيح أن الذين خرجوا على عثمان كانوا مخطئين، وأن الذين خرجوا على علي كانوا مخطئين، وأن هذا الخطأ فتح باب شر لم يسد إلى اليوم في حياة الأمة واقعها. مخطئين أم ثمة من يقول بأن من يخرج على الإمام الراشد خرج من ربقة الإسلام؟ لا 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 لا، لم يقل حتى هذا سيدنا علي لم يقله وهو يقاتله عندما سئل عن الخوارج، وليس حتى عن مخالفيه الأوائل من الصحابة الكرام. عندما سئل عن الخوارج أكفار هم؟ قال من الكفر فروا. قالوا فماذا نقول؟ قال إخواننا بغوا علينا، يعني أخطأوا نعم، أساءوا نعم، حسابهم على الله نعم، لكن لا يمكن ربما تكفروا. قبل أن يكفروا عليا، هذا الكلام قاله ربما أمير المؤمنين علي قبل أن حتى وإن كفروا، إذا كفروا فكفرناهم، ما يعني هذه حلقة مفرغة لا تصل بنا إلى شيء. نعم،
لا يعني لم يقل أحد من أهل العلم بكفر بكفرهم كفر عقيدة، لكن لا خلاف على خطئهم، لا خلاف على أن معاوية ومن معه كانوا مخطئين، لا خلاف على هذا، وأن خطأهم هذا فتح على الأمة باب شر عظيم وباب فساد عريض، تمام؟ لكن لا يتهمون في نياتهم، هؤلاء صحابة أجلاء وسيدنا معاوية من كتبة الوحي، نكلهم في نياتهم إلى الله سبحانه وتعالى، لكن نخطئ ما فعلوا بدون شك، لأن هذا الخطأ فتح على الأمة باب شر ما زال قائما حتى الآن. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أنه للأسف سيكون بأسكم بينكم، وهذا البأس البيني وهذا النزاع البيني تدفع الأمة ثمنه منذ قرنين ثمنا باهظا. صحيح هذا التنازع وجد قديما، لكن وجود الدولة الإسلامية الجامعة حتى ولو كان فيها نقص كالنقص الذي دخل على الأمة بداية من الدولة الأموية انتهاء إلى انتهاء الدولة العثمانية، لكن رغم هذا النقص في دولة إسلامية جامعة تحمي بيضة الدين، توحد المسلمين، لهم مظهر سياسي واحد، أمة واحدة، الأحكام الشرعية مطبقة، العلم الشرعي محترم، الأخلاق العامة، الأخلاق العامة والآداب العامة وقيم الإسلام الاجتماعية مصونة، لكن بعد ذلك للأسف أسقطت هذه الدولة الجامعة فسقطت معها بقية القيم اللي حافظت عليها، وعشنا في مرحلة فيها التنازع وفيها القتال الداخلي وفيها كل المصائب هذه، وليس فيها الحسنات اللي كانت موجودة في الدولة العضوضة اللي كانت بدأت بالدولة الأموية. فالأمة الآن يعني حتى لا يكون كلامنا مجرد كائية يعني على ما وصلت إليه الأمة، الأمة الآن على مشارف تحول كبير، كل قارئ للتاريخ وكل مدرك للأبعاد الحضارية ولسنن الله في الخلق يدرك أنه ما يحدث الآن في العالم كل ملامح ومظاهر التغيير الكبير حاصلة ومتحققة الآن. ويعني ليس عندي ريب في أن الأمة الآن تنعتق من ربقة الاستبداد السياسي التي كانت جزءا من مشروع التفريق ومشروع الصراع والنزاع ومشروع يعني تدجين الأمة لحساب المحتل، وأنها إذا انعتقت من ذلك وتمت لها ثوراتها المباركة، فإن هذه الثورات أحد آثارها اليقينية بالنسبة إليه أنها ستوحد الأمة. وربما يكون من مظاهر القلق الطبقة السياسية التي تحكم المنطقة، هرولتها نحو الكيان والمحتل. نعم. نعم. وهم يسارعون الآن في الصهاينة لأنهم يعلمون أن هذه الثورات لو نجحت وتم أمرها هو حاصل إن شاء الله ستوحد الأمة وستحرر المقدسات. لكن هل اكتفى في مسألة التنازع دكتور حاتم، هل اكتفى الإسلام بالنهي عن التنازع أم أنه وضع ملامح خطة منهجية عامة لدرء هذا التنازع والحلول دون تفرق بيضة المسلمين؟ الأصل أنه من البدايات الأولى الإسلام يضع الضوابط التي لا تصل بالأمة إلى التنازع. نعم. من التربية الأولى عندما يربى المسلم على أن كل المسلمين إخوانه، وعلى أن دينه لا يقبل منه إلا إذا أحبهم، وعلى أن من واجبه نحوهم واجبات شرعية ملزمة، المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، يعني لا يفرط فيه لعدوه ولا يخذله، من ستر مسلما ستره الله، من قضى حاجة من سعى في حاجة أخيه قضى الله حاجته. لكن هذه تعليمات وأحكام عامة تحض على هذه الأفعال، هل ثمة أحكام فقهية يعني رتبها؟ أنا جاي لحضرتك هو. الأصل أن الفرد المسلم يتربى على القيم دي، لأن القيم دي هنحتاجها بعدين. طيب حصل المكروه لا قدر الله وتنازعت فئتان من المؤمنين، قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلتا فأصلحوا بينهم، أدي أول حاجة واجب الأمة إنه إذا المسلمين اقتتلوا الأمة تصلح بينهم ولا تترك النزاع، مشروع النزاع يستطير شرا وفسادا عريضا، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي الأمة كلها تتصدى له، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، تمام؟ فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. يبقى الإسلام بيفترض أن تحصل بادرة نزاع فيرتب عليها واجبا جماعيا على الأمة أن تسعى في نزع فتيل النزاع، تمام؟ وإن طائفتان من المؤمنين النزاع لا يمنع أنه في طائفتان من المؤمنين يقتتلان، وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما. ومن ثم وقوع النزاع وارد، الشيطان يسعى التقدير للمسائل ينحرف يحدث نوع من الخلل ما طارئ على الأمة وعلى عقول أبنائها، لكن في عقل جمعي للأمة ينبغي عليه أن يحسب هذا الأمر ويرد الأمور إلى نصابها، يمنع تحول النزاع بادرة النزاع إلى صراع عريض وإلى فشل كامل للأمة وإلى تفرقة كاملة ومستدامة للأمة كما حدث الآن. الأمة الآن تحولت كل الإثنيات كما يسمونها الموجودة فيها إلى مشاريع صراع،
ولا يمكن أن ينزع فتيل الصراع إلا بالعودة إلى الإسلام الذي يؤلف بين القلوب والذي يوحد المسلمين والذي يعيد إليهم مفهوم الأمة مرة ثانية. ويعني نحن ليس أمامنا إمكانية للجمع بين الأمرين، أن نكون مسلمين وأن نكون أقطارا متنازعة. لا، هذا يتعارض مع هذا يتعارض جذريا وعقديا مع هذا. فإما أن نكون ضمن مشروع الأمة التي جميعها أمة الله في أرضه، وإما أن نكون أقطارا متنازعة كما يريد لنا المستعمر، ولا يمكن أن يكون هناك بديل ثالث. في سياق حلقة اليوم هذا التنازع، بقي عندنا دقيقتان من البرنامج، أريد أن أسألك عما يمكن أن تقوله مما لم يرد الحديث عنه ولا السؤال عنه في موضوع الحلقة اليوم. والله أنا أريد أن أقول يا أخي الكريم إنه إقامة الإسلام في الأرض هي أمانة في رقبة كل مسلم. وإقامة الإسلام في الأرض لا يمكن تحقيقها إلا بأمة تحمل هذا الدين، وهذه الأمة لا يمكن أن تقيم الدين وهي متفرقة. أن أقيموا الدين لها شرط، ولا تتفرقوا، فإذا تفرقوا لن يقيموا الدين. ولذلك نحن لا نتكلم عن وحدة المسلمين من منظور سياسي ولا من منظور اجتماعي ولا من منظور أخلاقي، إنما نتكلم عنها من منظور عقدي. من شاء أن مهمة الاستخلاف التي وجدنا لها في الأرض وحملنا أمانتها منذ خليقة آدم عليه السلام لا يمكن أن نقوم بها إلا إذا كنا أمة واحدة. يعني إذا السعي للتوحيد هي مسألة فرض عين على كل مسلم. الله عز وجل يقول إن هذه أمتكم أمة واحدة، أي لا يمكن أن تكون إلا أمة واحدة. السعي للتوحيد فرض عين على كل مسلم، فرض عين على كل مسلم، ويأثم من كانت أمامه فرصة للقيام بهذا الفرض فتأخر عنها. توحيد الأمة فرض لازم على رقاب المسلمين جميعا، وتعطيل هذه الوحدة من أكبر الجرائم التي ترتكب في الأرض ويعصى بها الله في الأرض. وهذه الوحدة ليست فقط واجبا، لكنها أمل، وأمل كبير وعظيم وعريض للأمة لينقلها من التخلف والتأخر الذي وصلت إليه ويرفعها إلى قيادة الحياة الإنسانية كما كانت. والراجل العربي البدوي زمان أوصى أولاده فقال: كونوا جميعا يا بني إذا اعترى خطب ولا تتفرقوا آحادا، تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت أفرادا. أشكرك شكرا جزيلا دكتور حاتم. ختاما مشاهدينا الكرام، أشكر ضيفي الكريم الدكتور حاتم عبد العظيم أستاذ الشريعة الإسلامية، وأنتم كذلك مشاهدينا الفاضلين، شكر الله لكم حسن المتابعة. نترككم في حراسة الله.